الإنسان بهاي الدنيا لازم يصير صاحب قرار وموقف حاسم، ومرات القرار يكون مشرف وينقذ حياة ناس هم بأمس الحاجة مثل هذه القرارات. لذا لو نسأل هسه أي إنسان جاي يمشي بهذا الشارع، لو أنت كنت صاحب قرار شنو الأمر اللي سويه تجاه أزمة البصرة؟ أنا متأكد أن الجواب راح يكون لازم نساعد ونعاون الناس هناك، لأن القرار هذه المرة بيعونه. لذلك احنا اول الملبين للمساعدة واتخاذ القرار الصحيح. السلام عليكم، شلون الصحة؟ أنا محمد هاشم من قناة الشرقية، لك القرار. إحنا اتخذنا قرار أن نساعد أهلنا بالبصرة، نوقف وياهم هذه الوقفة الإنسانية الوطنية، وأيضاً أنتم مساعدتكم. شو تسوي لو أنت كنت صاحب القرار؟ يعني الآن إحنا يراد قرار حاسم قوي واضح مع اهل البصره، لو انت كنت صاحب القرار شو تسوي؟ والله استاذ ماكو غير اساعدهم، يعني اقدم لهم كل يد المساعده. نعم، كل ما استطيع واكثر. نعم. هو القرار الصحيح ان تصير محطات تصفيه مياه وتحليه مياه وكذا، يعني هذا القرار الصحيح. هو لازم، يعني لازم قرار حكومي، يعني لازم قرار حكومي يصير بهذا الموضوع، لانه يعني الوضع هناك يعني ما ينسكت عنه، لأنه يعني احتمال يصير كارثة إنسانية وكارثة بيئية، فلازم قرار حكومي. إحنا اللي نقوم به يمكن مساعدة بسيطة أو تحريض الآخرين أو تحفيزهم على اتخاذ هذا القرار، يعني قدوة للآخرين إن شاء الله حتى يحذون نفس الحذو اللي إن شاء الله. ندخل نشوف شنو، نشوف الأخوان هنا. السلام عليكم، شلونك؟ قلبي. اسمك الكريم؟ ابو احمد. ابو احمد انت تشتغل هنا؟ لا انا موزع. موزع، زين. انت لو 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 هسه انت رئيس وزراء او انت انت بيدك القرار، شو تسوي لاهل البصره الان بهالظرف هذا؟ والله كل شريف اللي يمر عليه هيك ظرف يحاول يساعد، هو اول شيء الاجر. نعم. وثاني شيء رب العالمين يسهل امرنا مثل ما نسهل امر الناس. أه. بس احنا نشوف نفسنا لان نعاني، يعني هنا بنص المي وبنص الخير. نعم. ونشوف نفسنا ما نقدم شيء، كيف اهل البصره؟ فالله يكون بالعون ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم، شلونك؟ تنزل يمي لو انا اصعد يمك. انت اسمك؟ عبد الله. عبد الله تشتغل هنا انت؟ اشتغل. عامل هنا؟ وش قد تاخذ يوميه؟ 20. ممكن تدفع لنا اياها ال20 هاي ناخذها نساعد اهل البصره فيها؟ لا. انت لو كنت صاحب قرار بيدك القرار هسه، انت مسؤول على الموضوع، شو تسوي لهم لاهل البصره؟ شو تسوي؟ تقول انا راح اسوي فلان شغله حتى انهي هذه المشكله، ونساعدهم. نعم. هناك ندز لهم مي. نعم. لان هم محتاجين كلش. نعم. ان شاء الله، ان شاء الله. اذا احنا اتخذنا الحقيقه قرارنا الانساني والوطني في مساعده اهلنا في مدينه البصره، لكن اكيد يعني ايضا يعني اكرر واقول هو حل بسيط، يعني حل مو جذري. الحل الجذري والقرار الجذري هو قرار حكومي، يجب ان يكون هناك قرار حكومي حتى نحل هذه المشكله اللي صار لها يعني سنين، يمكن صار لها 20 او 30 سنه. واهل البصره طيبين ويستاهلون، واحنا معاهم في القرار لك.
من القرارات تتعلق بالناس وبالشارع وبالمحتاجين وبالوطن. الحقيقة نشوف هناك استجابات سريعة وتبرعات يعني سريعة جدا. الحقيقة مجموعة من الطلاب، طلاب أكاديمية فنون الجميلة، احنا عملنا فيديو شلون نوصل مساعدات الأهل، الأهلنا بالبصرة، وكانوا مستجيبين استجابة. السلام عليكم. مرحبا. شلونك؟ شلونك صديقي؟ شلون صح؟ شنو اللي دفعكم أن يعني تقومون بهذا الموضوع سلوان؟ الوضع صار بالبصرة والأملاح الزايدة عن يعني حتى السمك مات. نعم. يعني هم البشر ايش راح يصير بيهم؟ نعم. يعني الله يساعدهم كل. أنتوا طلاب كلية؟ احنا طلاب كلية فنون جميلة. كلية فنون جميلة. عافية عليكم. وجمعتوا من عندكم بيناتكم فلوس؟ جمعنا بيناتنا سوينا حملة، أكو ناس وهاي تبرعت لنا. نعم. نعم. زين وقدرنا نوصل. ويعني اللي تبرع بمبلغ مالي وتبرع بماي وتبرع. ايش خلاك؟ شنو اللي دفعك؟ خو تقعد ببيتك وتقول الانسانيه ما تقدر انت، يعني انت مستحيل تشوف اهلك محتاجين، شو ما تقدر تسوي؟ انت الان طالب جامعي، لو انت كنت صاحب قرار شو تسوي؟ شنو القرار اللي محطات تحليه كلش كافيه للبصره؟ كلش. تعرف ايش قد قيمتها؟ والله ما اعرف ايش قد قيمتها بالضبط، بس هي ايش قد ما تكون قيمتها مو قليله على اهل البصره. اكيد اكيد. كرار، انت ليش جيت؟ ليش يعني هسه اشوفك وانتوا قلتوا لي عندكم امتحان الان وما اعرف ايش وعفتوه واجيت تجيبون مي، ليش؟ شنو اللي دفعك لهالشيء؟ جربنا يوم بدون مي. نعم. ما قدرنا. أه. مع العلم اكو جربنا مي حلو نشربه عادي طبيعي. نعم. بس احنا ما قدرنا، يعني مي ملوث انت ما تقدر تتقرب عليه، شلون يعني انت شلون عايش؟ لو انت صاحب قرار شو تسوي هناك؟ شو تسوي لاهل البصره؟ على الاقل اربع محطات تصفيه، يعني أربعة. على الاقل. نعم. هاي. نعم 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 ان شاء الله. اسمك الكريم صديقي؟ سيف. سيف معتز. سيف، انت طالب جامعي؟ طالب كليه فنون جميله. نعم. قسم مسرح. قسم المسرح. زين، شنو اللي دفعك؟ شلون اتفقتوا انتوا؟ شلون قررتوا؟ شلون سويتوا الفيديو مالتكم للحمله وجيتوا شاركتونه؟ والله قاعدين كنا بمكان. نعم. فشفنا اهل البصره. نعم. كلش متاذين بهاي الفيديوهات اللي نزلت وهاي. نعم. وقررنا انا وسلوان والولد انه نسوي هاي الحمله، والحمد لله والشكر صارت. الحمد لله. ايضا لو كنت انت صاحب القرار شو تسوي؟ لازم اسوي مواقع تصفيه للمياه ان شاء الله هناك بالبصره. ان شاء الله. يعني عندنا هوايه شو اسمه من المسؤولين يقدرون يسوون ان شاء الله. انا اتمنى لكم الموفقيه، اتمنى لكم النجاح، اشكركم على هذا الموقف الانساني، واكيد يعني اتمنى ايضا احنا يعني نقدر نوصل صوتكم ونوصل الامانه هذه اللي انتم امنتونا اياها الاهلنا في محافظه البصره. واكيد يعني اكرر واقول عندما يكون القرار انساني ويتعلق بالناس فاكيد راح يكون قرار يعني يتخذ بشكل سريع. شباب العراق شباب العمل، شباب النضال أبي بطل، شباب العراق شباب العمل، شباب النضال أبي بطل. السلام عليكم. شلونكم حبيبي؟ شلونك حبيبي؟ طبعا الاخوان هم يعني السواق اللي راح يعني يرافقونا من بغداد حتى يوصلونا البصرة. ابو عباس وابو مسلم ومرتضى. مرتضى يعني انا يعني احنا عندنا لك القرار، واحنا الحقيقه اتخذنا قرار في برنامج لك القرار من قناه الشرقيه. لو انتم اصحاب القرار شو تسوي ابو عباس؟ والله العظيم اهل البصره طيبين، يعني بعيوننا نخليهم. الله شاهد ما نملك. نعم. ما اريد بس مشاعر، اريد قرار تقول راح اسوي فلان شغله. والله لو انا بيدي غير ما اخليهم توصل هالمواصيل هاي. ان شاء الله. ابو مسلم. اي والله ما يستاهل اهل البصره، ناس طيبين. نعم. اي والله. نعم. حرامات. مرتضى خلص، اذا احنا عندنا مهمه صعبه، يعني اكيد ايضا الطريق مو سهل، مو يحتاج لنا وقت 8 ساعات او 9 ساعات او 10 حتى نوصل. فهسه نتوكل حتى نوصل هذه الامانه اللي عندنا لاهل البصره. ماشي، يلا نتوكل هنا. انا راح اسعد ويا ابو ويا ابو عقيل. يلا يلا خلينا نتوكل. يلا يا شباب. شباب العراق شباب الغدي، شباب العراق شباب الغدي، أمير النوايا نزيه اليد، عظيم الطموح نبيل الطموح، شباب الكرام بدار السلام حملنا عليه عظيم الأمل، شباب العراق شباب العراق
شباب العراق شباب العمل. هو ما تعبت ان شاء الله مش قد بعد ان شاء الله. اها يلا خير ان شاء الله. شويه سهل كان الطريق صح تعبنا بس ماشي. لا سهل ان شاء الله. هي الحقيقه هناك مهمتنا صعبه احنا، مو الناس محتاجه ماي ومحتاجه لازم اي بلكي شويه يخفف من هذا الموضوع اللي يعني التازم اللي صاير بال ان شاء الله. اي مهما يكون احنا نريد الاشياء كلها تنحل بصوره سلميه صحيح. اي يعني ما يحتاج حرق، ما يحتاج اكيد ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ثم حقهم الناس مو يعني ما معقوله يشربون مي مجاري قام يجيهم. ماكو مسؤول فتح حلقه، ماكو مسؤول يعني اجاهم، ماكو مسؤول حكى وياهم. لا والله حاليا اسال بس ما حد يجي ما حد يهتم لهم. يلا الله كريم ان شاء الله ان شاء الله. المهم احنا نوصل مهمتنا وهاي امانه انا احسب برقبتي يعني لازم توصل بشكل ان شاء الله ان شاء الله. انت جزء من الموضوع صرت. انت متزوج لو بعدك ما متزوج؟ اها لو عندك اولاد كان يكيفون يقول نشوف ابونا اجى يعني قدر يوصل للناس. حلو هذا الشعور، حلو هذا الاحساس من تحس بالاخر تقدم مساعده للناس. ها احنا بلدنا يمر يعني بظروف وازمه صعبه، اذا ما نتعاضد بيناتنا ما حد يحب الاخ ما حد كذا مو تمام، ما نقدر نبني وطننا ونعبر يعني بي البر الامان. اي نعم نعم صح صح. هي الحق كل الديانات مو بس الاسلام، كل الديانات اكدت على هذا الموضوع. لا وبالتالي المي مثلا يعني المي يعني اقل شيء هو المي. نعم نعم ابسط حقوقهم، ابسط حقوق الانسان يعني المفروض يتوفر له صحيح. مي نقي نظيف يقدر يشرب من عنده يغسل من عنده. السلام عليكم. هلو دكتور. شلونك؟ حبيبي شلونك؟ هلا شلونك حبيبي؟ شلون الصحة؟ شلونك عيوني؟ هلا وهلا وهلا وهلا. شلونكم؟ خلي اقعد هنا. شلونكم حبيبي؟ شلونك دكتور؟ شنو الصدفة الحلوة؟ تعال تعال هنا يمنا تعال تعال. شلونكم؟ شلونك حبيبي؟ شلون الصحة؟ خو ما تأخرنا عليكم. احنا شوية الطريق متعب بالنسبة لنا، أخذ وقت كلش هواي. شلونكم حبيبي؟ شلونك دكتور؟ شلون الصحة؟ شلون هالبصرة العظيمة هذه؟ هيك يصير؟ تبقى عظيمة. معقولة يعني؟ ها هي ثغر العراق الباسم مو؟ مو مدينة ايه؟ الطيبة والكرم والفن والشعر والرقص والخشابة مو؟ يعني عن جد يعني شيء مؤلم. وتالي شلون يعني شنو الحل اللي راح يصير؟ والله يعني هي يفترض انه تكون اكو حلول وهي الحلول موجوده والكثير من الخبراء شخصوا
زين دكتور دكتور تبني سدود تبني محطات تحليه تستثمر الطاقات الموجوده الطاقات العلميه بالمدينه يعني خلي اقول لك شيء دكتور انا الحقيقه صار اتصال بالاخوان قلت لهم اريدكم تساعدوني لانه احنا الحقيقه جايبين مي نريد ان يعني هذا حل بسيط لكن. انت بصفتك يعني شخص اكاديمي استاذ جامعي لو كان بيدك القرار شنو القرار اللي احنا برنامجنا اسمه لك القرار شنو القرار اللي تتخذه الان مباشره التعاقد مع شركات عالميه كبيره لان البصره تنتج 4 ملايين برميل نفط نعم اموال طائله اكيد ممكن ان تستثمر جزء من عندها لصالح تشاوينها الفلوس تشاوينها الفلوس يعني احنا مو تقول القرار اذا كان ايه؟ اللي وهذا زين. مستحيل يعني عن عن جد دكتور بعيد يعني يعني بعيدا عن الاعلام وبعيدا عن تصوير بس يعني هي مهمه كل مواطن عراقي أن يشارك أهل البصرة بهذا الوضع يعني أنا كنت متابع هذه إنه مثلاً أنت تحضر أكياس من الماء هي ليست بالحلول الاستراتيجية لا لا طبعاً ولكن هذا يعمق الحس الاجتماعي وحس المواطن بأخي المواطن في كل مناطق العراق أكو مسجات كثيرة بيها بعدين أصحاب القرار وينهم يعني ما معقولة ما حد اتخذ أي قرار لحد الآن يعني أنا أدري إجوا شباب من الأنبار إجوا وجابوا مي من ديالة من موصل من الموصل مو من أربيل إيه تخيل ها سام محمد اللي جاي يصير شنو هو نعم كل الشباب الناشطين بقية المحافظات يردون يوصلون رسالة نعم بين إحنا كأفراد قلبنا على هذه المحافظة نعم هذا الشعب جاي يعني نوصل رسالة بين احنا متكاتفين نعم يريد يوصلون رسالة للحكومة المحلية والمركزية بين ليش انتم ساكتين وهاي الشباب اللي يقدرون عليه جاي يسوونه هم بس لكن الحكومة هي ساكتة ان شاء الله ان شاء الله وبالتالي احكي لك شيء انا سويت فيديو انه كذا فعلا اكو استجابة سريعة من قناة الشرقية انه خلص محمد تعال خلينا نسوي ننفذ هذا على ارض الواقع او ايضا اجيت انا ايضا شفت الاخوان ونشاطاتهم قلت هناك لازم احد انه يكون معانا ضروري طبعاً. طبعا وبالتالي احكي لك شيء اهل البصره هم اصحاب الحاجه ايش قد يكلف هسه اذا اريد يعني ايش قد يكلف هسه موضوع التصفيه ومحطات التصفيه ايش قد تكلف احنا نقرا يعني تعرف ايه؟ اختصاص ذوي اختصاص ولكن نقرا ما يطرح نعم يعني محطة تحلية مينا ضخمة ممكن أن توفر لي 500,000 شخص كمية من المياه كافية بحدود 100 مليون دولار وهذه عملية ضخ يوم يمكن مو تمام إما يتخذون هذا القرار إحنا حتى لا يدركنا الوقت دكتور أيضا خلي بس نشرب الشاي حتى نتوكل نشوف وين نقدر نوزع وأكيد إحنا راح نضطر إنبات أعتقد إنبات مو يا شباب ممكن إنبات إيه إن شاء الله إن شاء الله تسلم يلا شباب نتوكل توكل هسه احنا راح نصير طريقنا من هنا على مستشفى اي بس احنا حتى تعرف حتى الوقت لا يدركنا لازم نحدد خطواتنا هسه نروح مستشفى الجمهوري والمستشفى الاخرى نروح البدايه للطوارئ اي الطوارئ ضروري حتى نشوف الحالات اللي لانه الاعلام الحكومي يقول لك ماكو لا حالات تسمم ولا حالات كذا ولا حسب تصريحات وزير الصحه طبعا حسب وزير الصحه غير وزير احنا نريد نعرف فعلا انه اكو شيء لولا ها فمستشفى هذا الخاصه او المستشفى التعليمي الطوارئ حتى نشوف الحالات اللي موجوده يلا خلص ان شاء الله يلا خلينا السلام عليكم السلام عليكم شلونكم عيوني شلون اهل البصره السلام عليكم استاذ منو هنا بالاداره السلام عليكم شلونك شلون صحتك
الله يخليك. احنا لك القرار من قناة الشرقية. حياكم الله. ويعني اجينا ويا اهل البصرة نريد يعني نشاركهم هذا الازمة او هذا الموضوع فما اعرف شلون نتعامل الناس هنا، شنو اخبارهم؟ سمعنا هواي حالات عندكم هنا. اي نعم حالات جتنا. نعم. هنا مع التسمم. نعم. وجاي تتعالج هنا تحفظين تطلع متحسنة، ما عندنا حالات لا وفاة وما عندنا رقود اصلا. هو كل هذا بسبب المي. والله حاليا سبب المي. اها. احنا على فكره جاي يعني جبنا كميه من المي، يعني مشاركه بسيطه من عندنا ويا يعني واخواننا واهلنا هنا. لا. وقلنا اول شيء نبدي به هنا بالمستشفى لان يمكن هم اكثر الناس هسه محتاجين هذا الموضوع. حياتي. حضرتك هنا ايش تشتغل؟ انا مدير اداره في المستشفى. مدير الاداره. لك علاقه بالطب وهيك شيء كذا؟ نعم. اكو عندي طبيب موجودين اذا تفضلون. زين شنو هو بس انه من الشرب ده يصير لو من شنو؟ والله هي متعدده، اكو فحوصات حاليا جاي تجرب بالمختبرات. نعم. تم ارسالها الى بغداد عن طريق دار صحه البصره. زين. وصارت فيها زياره وفود من بغداد. زيان. لجان زائد زياره معالي الوزير البصره. واخذوا هاي النتائج، اكو بيها الماي واكو بيها واي عوامل ثانيه، يعني بتعرف مثل الماي مثل شط العرب. نعم. خلي نشوف ممكن هذا نشوف. سلام عليكم. لحظه. شلونك حبيبي؟ شنو خير؟ سلامات. والله كلياتي عاجز كلو. اه سلامتك. مريض عادي يعني مو بسبب المي وهالشكل؟ لا لا ها الف سلامه لك. الف. والاخوان شنو هنا اللي واقفين هنا؟ مرافقين. يعني يجون هنا المرضى يظلون مرافقين. زين احنا ممكن ندخل جوا نشوف شيء؟ تفضلوا. حياكم الله. تبا للحكومة بكل كراسيها، او تبا للاحزاب الفاسدة البيها، ما استثني منهم كائنا من كان، ولا بيهم شريف بكل اساميه. حكومة طائفية وبوق واستهتار، اجلاب الاجنبي وما خايف احجيها. انعال صغر طفل بالبصرة الكم تاج، وكل احزابكم فدوى لاهاليها. اكثر من نفطها دم والتهيسيل، يقتلها العطش والجوع يا ذيها. البصرة شف علي أنا ذل يلويها، هاي البصرة هاي أم الزلم والخيل، حاضرها يعيد أمجاد ماضيها. مرحبا دكتورة. شلون الصحة؟ شلونك دكتورة؟ شلون الصحة؟ شنو حالات التسمم اللي تصير سببها؟ أو أنتوا إيش راح تصحون المواطن؟ شو يسوى حتى ممكن يعني نقضي على هذا الموضوع؟ بالنسبة للحالات اللي جاي تجينا للطوارئ، طبعاً حالات أعدادها هائلة. خلال اليوم الواحد نستقبل 1000 حالة تقريباً. طبعاً تعرفون هي هاي الحالات سببها التلوث اللي جاي يصير بالماء اللي يجينا، سواء من الماء الإسالة أو الماء يعني الماء الآرو. زين أنا سمعت انه انتم يعني مو يعني الحكومه او الدوله دون قصد مدين بالتناكر مالت الاطفاء او مدين المي للعوائل. لا ما استلمنا هذا الشيء. ما استلمنا. لا زين انتم ما تكتبون نصائح هنا؟ انت يا مواطن سوي فلان شغله حتى على الاقل نقلل من حالات التسمم. احنا المواطنين اللي جاي يجونا اكيد ننصحهم. احنا هنا وظيفتنا علاجيه فقط. الماء اللي يتجهز للبصره هذا بعد وظيفه الدوله، هي اللي المفروض هي اللي تصفيه، هي اللي تحليه، هي اللي تعقمه. احنا وظيفتنا علاجيه. دكتوره الشغله احنا بالنسبه نستقبل لغرض العلاج. يعني ما بعد الحاله المسببه اللي هي سواء كانت الماء الارو ولا ماء الاساله. ناس معنيين بهذا. احنا يجينا هنا العليان انه نقدم له العلاج ونقدم النصائح ويطلع منا متحسن، هذا واجبنا كصحه ان شاء الله. دكتور وانت مهنتك انسانيه، لو انت كنت صاحبه قرار، شنو القرار اللي تتخذيه لمعالجه هذا الحاله اللي يصير بالبصره اللي قلت تسممات كثيره واحتمال وفاه واحتمال كذا وتاريخ صار يمكن سنين هذا الموضوع؟ معقوله ما عندنا القدره ان أنا نحل مي البصرة؟ يعني بالبداية أهم شيء السدود اللي مسدودة، السدود اللي المفروض تنفتح للبصرة، المفروض السد قلعة صالح اللي المفروض يوصل لنا بالثانية الوحدة 75,000 كيلومتر مربع، ما جاي يوفرون لنا هذا الشيء. هاي مهمة من هي؟ هاي مهمة الدولة، المفروض هم اللي يجهزون. أي وزارة؟ أي وزارة البيئة مثلاً؟ وزارة طبعاً وزارة البيئة والوزارة الصحة هم المفروض تتخذ إجراءات. زائد يعني هذه كلها
تدخل لجان التلوث اللي موجوده، نعم. هي اللي مسؤوله على وضعيه الماء. نعم، اجت حالات تسمم وصارت وفاه هنا وصارت مشاكل؟ لا 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 لا، لا. هي الحالات اللي تجي ابدا ما وصلت مسيطرين عليها ان شاء الله. احنا مسيطرين على الوضع، بس الاعداد اللي جاي تجي اعداد هائله، يعني خلال ال 24 ساعه نستقبل اكثر من 1000 مريض. أكثر من 1000 مريض. بصراحة هذه حالة مو يعني مو طبيعية أيضاً. أكيد مو طبيعية أكيد، وبالعكس جاي تاخذ من جهدنا، جاي تاخذ من وقت باقي المرضى. أكو مرضى أكثر أهمية من التسمم جاي يعني يعني يصير مسنج لتشخيص حالاتهم. فالأعداد هاي جاي تاخذ من وقت من وقتنا كأطباء ومن وقت باقي المرضى. على العموم أستاذ هشام، إحنا عندنا لك القرار، فإحنا اتخذنا قرارنا الحقيقة وجينا من بغداد، جبنا كمية من المي، فقلنا أكثر ناس الآن يعني محتاجي اللي هنا بالمستشفى. احنا البصرة، احنا البصرة هي أم الخير، ما محتاجين احنا من باقي المحافظات غير انه يوقفون بجانبنا يأزرونا. استفزني انه شباب مثلا من ديالة وشباب من الأنبار وشباب من بغداد يعني حسوا بإخوانهم هنا بمعارضهم، فقالوا خلي خلص خلي نروح احنا نساعد. ربما هو حل بسيط، ربما هي مساعدة بسيطة، بس احنا يراد يعني احنا نقول اليوم انه بس هذا حل مؤقت، حل مؤقت، انتم مو يوميا راح تجيبوا لنا هاي الاعداد، احنا نريد حل جذري من الحكومة. جذري بس يساعدنا حتى ممكن يعني ان ننزل المي او شكرا سهل، شكرا دكتورة. واذا ممكن احنا ننزل المي اي شلون ايضا نريد احنا اكو شباب متطوعين من محافظة البصرة الحقيقة قالوا احنا يعني ممكن نساعدك محمد جيب المي واحنا ممكن ننزل هنا، بس احنا ايضا نريد الدكتورة ما متفائلة احسها، وانت انت لازم لازم تتفائلين. بالبداية من صارت أزمة الموصل والأنبار إحنا كشباب بصرة تساعدنا ودينا المساعدات، هذا باعتبار شلون رد الجميل. بنفس الوقت هم كشباب إحنا اليوم كناشطين كمتطوعين بالبلد نعمل بروح واحد، بنفس الوقت نريد نوصل رسالة للحكومة بين هذا الشباب، هو يوصل رسالة لكم أنتم اللي عجزتوا عنه جايين نحقق جزء من عنده. اليوم كل إنسان هو مسؤول من موقعه، لا مو من ناحية الحكومة حس بخاطر انا من اكو دوله تجي تساعدني، بس ابن بلدي ما يحس بخاطر، انا بس راضي البصره واتشرف باي واحد يجي يتعامل من البصره. ما محتاجه هاي المساعدات، المفروض هي اللي تساعد الغير. ما جاي يساعد، هو جاي يمد ايد العون وياك. هي ايد العون طبعا، هي الحكومه. انت دكتور تفضلت على الحكومه، الحكومه المحليه نعم بالمناسبه الحكومه المحليه طبعا هي خارج التغطيه، نعم. لان احنا صار لنا 20 يوم معتصمين ومتظاهرين وطالب بالحقوق، ولكن اكو جهات هسه احنا حاليا مثلا عندي انا شركه النفط، عندي قياده العمليات، عندي شركه غاز الجنوب، عندي العتبه العباسيه عن طريق حسين داود عاشور، نعم. عندي هواي جهات جاي تدزي تناكر ماي حلو، لان انا احتاج ماي الار او للدياليسس اللي هو غسل الكلى. فهذا وفروا لي الناس، يعني واحد ما يقدر ينكر الناس، نعم. اللي موجوده، نعم. اللي هي من عندنا وبينا اهاليتنا يعني جزء من الناس. اكيد اكيد يعني تحملينا دكتوره وتقبلينا وقفتكم ما تنسي، بس انا قصدي بالنسبه للحكومه تحز بحالها بالاضافه الى المهنه الانسانيه راح اخليك تشيلي المي ويانا زين يلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يلا السلام عليكم. سلامات 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 سلامتك، اسمك الكريم حسين ابو علاوي، شبيك سلامتك؟ الله يسلمك. سلامتك من المي؟ اي والله. ها ليش ايش تسوي؟ ها ايش تسوي بعد؟ ها والله المي زين، مو انتم مش يوم قصر مثل غير مي ينغلي سواء يقول انت بطران اغلي المي، اقول لك اغلي المي شلون اذا هو المي صار بفلوس الماي والله تشتري سيتات تشتري شاشين طلعت هاي كلها يعني شايفها. حتى بهذا المهم يصير تسمم؟ طبعا. ايش دا يجيكم هسه بالبيت شنو؟ انت شايف الحنفيه ينزل من عندها دود مو ماي. احنا اكونا حنفيه بتصور الحنفيه وينزل منها المي. يعني لا مو هاي المناطق ما تلقاها هنا ما في، بس اكثر اكثر الحالات الموجوده ابو الخصيب وشط العرب وهي الاماكن زين يزرون ابو الخصيب هي اكثر الاماكن زين ان شاء الله. هو ان شاء الله ايضا الموضوع ما يعني ما مقلق اكثر ان شاء الله يعني مسيطر عليه. الحالات اللي جاي تطب صح حالات يسموها تسمم وصح الام معده وصح مغص وصح تقيؤ اكو بيها توصل، بس هو ما يبتعد انه هذا يسموه التهاب معوي حاد، اكو بحاله تسمم بس له علاج. شلونك حجي؟ شلون صحتك؟ الف سلامه لك. رحم الله والديك. الف سلامه. الله يساعدكم انتم، يعني اكيد تتعبون بهالفتره هذه. انت اذا تسالنا على الكادر، الكادر ما مقصر. زين، انت ايضا حاله تسمم حجي؟ نعم نعم. انا بالنسبه لي مو من هسه، صار لي سنين اشرب ماي حلو. زين. كفي لك الله اشتري اخصص راتبي ثلث للماي. زين. صار شهرين. بس الناس كلهم ما عندهم يعني ذنب. ماكو. نعم. نعم. انا كفي لك الله، هسه انا شوف هاي بطل وياي. انت ايش تشتغل حجي؟ انا موظف. موظف. نعم.
إذا الله يساعد الفقير. الله يساعد الفقير. نعم. إذا أنت صاحب قرار، صاحب قرار. نعم. شو تسوي بهذه كارثة إنسانية؟ هاي القرار مو قرار. شو تسوي؟ مو قرار الشعب خطية الموجودين. قرار حكومة. إيه. رحم الله والديك. لازم شو يسوي؟ أقول لك عمي. حتى لو تطلع بالصوره اللي صار 13 سنه. نعم. احنا كنا بال 75 نشرب ماي من شط العرب بيتنا بالسيبه. ايه. وتجي الكويتيين بلنجات ياخذون ماي من الشط. زين. ليش هسه احنا حسره علينا الماي استاذ هشام؟ فعلا هي هاي ترسبات بعض الدول المجاوره والاملاح كذا. استاذ محمد ما نقدر نبكي، هذا الوضع ما جاي نعرفه. ما جاي نعرف انه هل اذا بال 75 اذا على حكي ايام قبل. احنا صح جاي نسمع انه يشربون من شط العرب مباشر. ليش هسه؟ اما حاليا مو تشرب، ما جاي تقدر تغسل. زين. يعني اكو اكيد فرق. الشط هسه الشط العرب. ايه؟ بالسيبه قبال مصفى عبادان، وتقدر تاخذ لك قطره واحده من الشط. منين بدها تجي هاي الاملاح؟ الملاح العمي ماكو ما يرجع، يجي بس من البحر هسه حاليا. ماكو شيء يدفع. هي محطات التحليه ايش قد تكلف؟ بس ما بيها تكلفه بالنسبه للدوله. مو ما تكلف بالنسبه للدوله. ما تكلف. هي ليش ما يسووها؟ بعد هاي قلت لك القرار مو قرارنا هذا. احنا ثم ليش هاي الفترة بهالشهر هو صار الحالة تفاقمت أكثر؟ اي وصل حدها، لأنه هي تفاقم مال سنين، هاي مو مال يوم ويومين. يعني انت شو تخيل مثلا هاي الحالة من صارت خلال يومين ثلاثة؟ مستحيل. لا أكيد هاي مال سنين. مثل ما شرح الحجي. نعم. يقول لك أنا بال 75 أشرب ماي من شط العرب. نعم. أنا شيء قديم. هسا شنو دين بهاي العالم؟ والله العظيم بنات اثنين، وهسا عندي ابن أختي هنا باكر عنده امتحان بالسادس، باكر عنده امتحان. يعني شلون يمتحن هو هسا سهالوزواء؟ من الماي تامنين كله من الماي. شنو ذا نبنا احنا يومي انا حيط بيتهم بالتنوم ابن اختي. باكر احنا جايكم باكر. والله باكر والخرام باكر وان شاء الله جايب لكم. هو حل بسيط، يعني تحرك بسيط من عندنا. اي شنو ذا نبنا العالم ذاك اليوم بنات اثنين ببريها، والله العظيم اثنين ما نمت بين بالمستشفى، وحده بيها سكر. صادق والله العظيم. شنو ذا نبنا؟ ما يلا الف سلامه لكم. الف سلامه لكم. سلامتك حبيبي، اسمك سلامتك خير بالمي مسمم؟ زين اكو اجت دكتور شافع؟ اي علاج البدائي. ايه؟ ياخذ انجكشن. زين ورا ربع ساعه نص ساعه شوف وضعه. ايش قصر من طيته العلاج؟ ايش قصر؟ صار 10 دقائق من اخذ العلاج. هسه شويه احنا مو راس نعطي علاج طبعا نعطيه وياثر على المريض. نعم هذا نفس الشيء. هذا عندك هسه على النار مغذي. باكر عندك امتحان. يلا ان شاء الله ان شاء الله نفس الشيء. احنا ورا ان شاء الله تنجح. ان شاء الله يا ان شاء الله ورا نص ساعه انجليزي. احنا حتى نحسم الامر وياكم. احنا جبنا تريلا من بغداد بس للمستشفى هنا، والحالات التسمم مي بناخذها هسه ننزلها وياي انتو حضراتكم ان شاء الله. توزعوها للاخوان اللي عندهم تسمم وللمرضى اللي كذا، والباقي يبقى بالمستشفى اللي تحتاجوا لان يعني كميه كلش هواي. هذا استاذ محمد ان شاء الله الطوارئ وبعد ما خلصت قال معون مدير شؤون يعني اداري. نعم اول يعني الاول والاخر موجود 24 ساعه يعني ان شاء الله مواظب على الخط. ان شاء الله دكتور محمد رفعت مدير الطوارئ ودكتور فالح ومدير ان شاء الله. بس خطي هو شو اسمه رضا يا معود. قول يا الله انت بطل انت حقك ما بقى. يلا هسه خلوا هي خلال نص ساعه تصير زين. هسه تهدى وهنا الاطباء ما يقصرون وياك ان شاء الله ما يقصرون وياك. انت شربت منين؟ شربت من البوري من الحنفيه؟ من الحنفيه شربت؟ لا من ابي الارو. من يعني الارو هم بي ما معلومه ليش جانا اكو احنا بحيث اكو احصائيه اللي يعطونا اياها جديده ينكتب بيها من ضمن الاحصائيه الار او ماي اساله شنو اللي جاي يشربه او ابطاره ماي. زين الار يعني تناكر اكو احتمال تلوث بالجو هنا صايره اكو جرثومه. ما اعرف بالضبط. اي لانه هسه احنا قلت لك الاحصائيه المفروض مي الاحصائيه اللي جاي يشتغل على نظام الاكسل من ضمنها مكتوب انه شارب ماي ار او او ماي ابطاله او ماي اساله. انت حضرتك شو وياه؟ لا انت بحدك جاي بحدك؟ ابن اختي وياي. وين انت؟ بيا مدينه هنا بيا منطقه؟ شط العرب. قريب هنا شط العرب. قريبه. الله كريم تحمل شويه تحمل. ماكو هسه اقول لهم مغذي ما حد مغذي اكو اي حالتك تتطلب مغذي؟ هذا المغذي ايه تعال جيب الهلال تعال يلا من يخلي له المغذي؟ وين ال صحيح ان الاخت الممرضه هذا جابوا لك مغذي. بس اسمع هذا ما اشتريته؟ لا من الصيدلية مجانا مو؟ مجانا اي خلص يلا يا اخوان بس شوف من اللي يخلي له. يلا ابو عباس سوي لنا اياه
يلا 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 قول يا الله شباب شباب انت شباب شباب بعدك شباب لو مضروب الطلقه شو تسوي هسه تهدى طوق طوق مسكن وهسه هذا المغذي يصير زين هسه يصير زين انت ايش تشتغل ايش تشتغل طالب مدرسه يا صف السادس علمي اويلي ناجح مو لا انتقلت للسادس انتقل اي ان شاء الله ان شاء الله يلا يا استاذ شوفوا لنا شوفوا لنا الاخرضه هسه تهدى هسه هو اخذ مسكن بعد حاليا كش ما متين كل شيء ما مسرح لا أبرأ اخذ هسه شوي بس شوي اشتغل يلا هسه سديده الانجليزي عندك هو بس الانجليزي عندك بعد انجليزي وتاريخ يوم مرة قبل اجل الدرس يعني هسه ايش قال لك الطبيب يعني ممكن باش تروح تمتحن ما ادري ما حاكي انا ما اقول عليه ان شاء الله يعني اكيد باش اروح امتحن ان شاء الله تروح ان شاء الله يلا ان شاء الله تروح وتنجح وتطلع معدل وتروح كليه ان شاء الله لا 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 عيد السنه ما اقدر لا ما تعيد السنه لا لا يا شباب سووا لكم همه وين استاذ هشام استاذ هشام وين يلا عدت اللي محتاج نفتح لنا هذا وين الاخ سايق ها شو هي سهله لا لا يلا حتش لازم بين شوي هذا ما تقدر ما تقدر اسمح لي اسمح لي هذا شلون النزل اذا اللي اي النزل المفرد شفتوا حالات التسمم كثيرة الحقيقة والحالات صعبة جدا أكثر منطقة يمكن تعرضت إلى حالات التسمم والمياه الملوثة هي منطقة التنومة في قضاء شط العرب قررنا اليوم إحنا أن يعني نجي القضاء شط العرب المنطقة التنومة أو حتى لا تصير فوضى بالتوزيع قلنا نجي الناس معنيين بهذا الموضوع هو المجلس البلدي بشط العرب حتى نسلم المي اللي احنا جبناه هم يعني يقومون بتوزيع هذه المياه على العوائل بشكل منظم نحاول نشوف منو موجود هنا وحتى يعني تتم العمليه بسهوله وسلاسه وهذا المجلس البلدي اعتقد مو السلام عليكم السلام عليكم مرحبا شلونكم شلونك
هلا استاذ حسنين، شلونك؟ شلون صحه؟ شلونكم؟ مرحبا مرحبا. الاخوان ناشطين طبعا محافظه البصره ان شاء الله. مو وانتم نساء البصراويات معروفات الحقيقه بمواقفهن، شنو اللي دعاكم تجون اليوم ويانا؟ والله طبعا حاليا البصره تمر بازمه كلش يعني قويه، واحنا هنا وجودنا حتى نتفقد شريحه معينه من المجتمع. نعم. حتى نوقف وياهم بهاي الازمه، وان شاء الله ازمه وتعدي علينا وعلى العراق جميعا ان شاء الله. هو وجودنا هنا لحل الازمه الموجوده بالبصره حاليا، اوضاع الكهرباء والمي المالح. اها، وانا اشكركم شكر خاص، انتم الباحه رافقتونا اليوم. حسنين التحق بينا من كربلاء. شلونك اخ حسنين؟ الله يخليك. الله، انت شنو اللي دفعك تجي من كربلاء للبصره؟ والله استاذ محمد، انا من شفت المناشدات اللي صارت والهاشتاج انقذ البصره، نعم، صار عندي فد دافع، وسوينا حمله من كربلاء وقناه الشرقيه وبرنامج وحضرتك، وحبينا انه بس نشارك، وكلهم اخوتنا يعني بالبصره، احنا ما نقدر نشوفهم ومكتوف ايدينا. ايضا هي بالمواقف الصعبه تطلع، يعني تطلع معادن، خلي اقول الانسان، النساء والرجال. والسلام عليكم. احنا بالنسبه لنا اهل قضاء شط العرب، انا كمواطن، انت من التنومه؟ انا ابن التنومه وابن قضاء شط العرب عبا عن جد. زين. وكنت اشرب من ماي شط العرب، الله وكيلك، لا اساله ولا شيء، قبل من الشط اشرب ماي. زين. هسه قضاء شط العرب منطقة منكوبة، لأن شكو مجاري وشكو مياه آسنة بالمحافظات، وبمحافظة البصرة جاي الصب بقضاء شط العرب بالنهر، شط العرب نفسه بالشرق. وين القصور يعني الحكومة المحلية؟ قصور أنا أقصر الحكومة المركزية والحكومة المحلية اللي تعاقبت على محافظة البصرة. وإحنا أهالي قضاء شط العرب ترى مو مشكلتنا، إحنا نشكركم، أنتم تجون وتكلفون رواحكم وتجون تجيبون لنا ماي، وجزاكم الله خير ونعم الله عليكم. بس احنا مو مشكلتنا البطل ترى اخويا العزيز، انا مشكلتي مو البطل، انا مشكلتي مات نهر شط العرب، ماتت النخله، ماتت الشجره، وايضا احنا هي هاي والانسان بدا يموت، لان تشوفون حالات التسمم وصلت منظمات المجتمع المدني، ترى ما يموت الانسان، 20,000 مواطن بدا يتسمم لحد الان، والسبب والسبب صح. والسبب هي المياه الآسنة اللي جاية من خلال هذا البطل المي، وأرجوكم توصلون هاي ترى مناسبة يوصل هذا. احنا لا يخلونا المسؤولين الناشد الأمم المتحدة لا يخلونا نوصل لها المرحلة، من خلال البطل المي يريد نوصل مسجات، نقول الناس بدأوا يتذمرون، اكو كارثه بيئيه راح تصير. نعم. اكو نعم. كارثه ويجينا مقبلين على فصل الشتاء، احنا راح يجي فصل الشتاء، فلازم تصير معالجه يعني صحيحه. المهم احنا سوين من هنا مسؤول يا استاذنا العزيز. احنا نشكركم، نلتقي بيه، شكرا لك. بس كون هذا الكلام نريده يوصل انتم القناة المعروفه انه توصلون صوت المواطن يوصل المظلوم يوصل قضاء يوصل شط العرب منكوب ونريدها من عندكم. يلا خلينا نشوف من هنا. السلام عليكم، من هنا مسؤول؟ يلا تفضل. السلام عليكم. مرحبا استاذ، شلونك؟ شلون صحتك؟ شلونكم؟ شلون الصحه؟ اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. احنا ندخل بالموضوع استاذ سلمان. استاذ سلمان، احنا برنامج لك القرار من قناه الشرقيه، الحقيقه اجينا نشارك بموضوع الازمه الان اللي تمر بها محافظه البصره. استاذ سلمان، المهم احنا عندنا لك القرار، الحقيقه مجموعه من النشطاء من مدينه البصره ومن كربلاء يعني شاركون بهذا الموضوع، ربما هو تحرك بسيط، احنا نريد نوصل للاخرين لا ترى اكو كارثه، لازم يعني لازم يعني هذا الموضوع لازم ينتهي، لازم حل يصير له. شفنا مرات بالتوزيع يصير مرات تصير فوضى، مرات تصير كذا، فقررنا احنا نجيب المي نسلمه لكم باعتبار انتم المجلس البلدي، وممكن عن طريقكم يصير يتم التوزيع بشكل منظم، كل عائله تاخذ استحقاقها من المي، فيا ريت لو تجوا ويانا او احد يجوا ويانا نسلمه المي، شوف وين نودي حتى يتم هذا الموضوع بشكل يعني سلس وبسيط ومنظم. يلا ان شاء الله. حبيت انه قبل هذا تشوفون هذه بعض الصور حيوانات اللي دفقت بسبب الابتعاد. نعم نعم، هذه ان شاء الله نصور موضوع اخر، موضوع هي كارثه بيئيه وانسانيه يعني ان لم يتخذوا قرار صحيح. تفضلوا وياي، تفضلوا. يلا. صفر 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 صفر
يلا شكرا لكم. يعني احنا اكيد قراراتنا ان شاء الله كلها لصالح المواطن، مستمرين في قرارات كثيره، عندنا قرارات اخرى في محافظات اخرى في مواضيع اخرى مختلفه. ايضا نوجه نداء انساني لكل الناس المعنيه بالقرار، من الوزراء لرئاسه الجمهوريه، للناس اللي تقدر يعني تساعد اهلنا في مدينه البصره ان يصير حل يعني سريع وحاسم لهذا الموضوع، ودائما نقول لك القرار. كافي بعد نسكت.